عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالتي راني لطرود شرق غرب طريق راهي اكسيدون في ذراع الميزان، في الدورة تاع ذراع الميزان طريق تيزي وزو راهي مسكرة، عندنا ساعة وخالتي راني في الكاميون فوق. والله الناس مع السخانة ربي يجيب الخير، هذا كامل خاوتي من الحوادث. الإنسان دائما يعني لازم يتمشى بعقله على قد ما يقدر ويدعي رب العالمين أنه يستر إن شاء الله ويحفظه وما يكونش الإنسان متهور. خاوتي راه في التأني سلامة في العجلة ندامة، ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله. يعني الطريق هذه راه يديت بزاف من الأرواح، هاكم تشوفوا جايبين طوموبيل اكسيدون عكس الطريق، طوموبيل ولا كابين تاع كاميون دوك تشوفوها تاع شاكمان بالك. ربي راح تحل الطريق، جابوا الناس اللي راهم كانوا مسبين مسكر الطريق. نقدم لكم شويه ها ولاو رجعوا من الجندارم على جلش على جل الطريق مغلوقه. خاتي مازال رانا في طريق نستناو اليوم الغدا نتاعنا راه قفريطو ودانون يا يورت، ربي ان شاء الله يقدرنا ان شاء الله وربي يشافي اللي تقاسو. راه ينقصيده يعني حادث مرور يعني كارثي، ربي ان شاء الله يشافي ان شاء الله اللي تقاسو. مانيش عارف فيها الموت ولا ما فيهاش، والله شفت واحد الطوموبيل هذا وين يعني كارثه كبيره يعني والله الشهيه تسكر لك. ربي يحفظكم ويحفظ مستعملين الطريق كامل يا ربي. هنا يا راني طيبت قهوه هاي وليك. هذا وين خالتي طلقونا، رانا في حرب، عندنا ساعه واحنا مع حابسين. هذا وين طلقت مخرجوا كاميون ولا زوج هاي الشارجوره مش عارف شرا تشارج في قرافي ولا، والطريق راهي مغلوقه يعني مازال. تشوفوا عندها ساعتين وهي مغلوقة وما زالت تشوفوا. ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية والجزائرية إن شاء الله يا ربي. راكم تشوفوا خاوتي القش نتاعو وراه مرمي مسكين سيمي تقلب وقز جوج طوموبيلات ولا ثلاثة هز البنتورة، راهي واحد المجزرة كبيرة. ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ مستعملين الطريق كامل. علاش خاوتي دائما يعني نقول لكم يمشيوا بالعقل، راهي في التأني سلامة في العجلة ندامة. الإنسان يصبر ربع ساعة ولا عشرين دقيقة ولا نتوخر أخويا نص نهار ونروح بخير وعافية. على بالي كل شيء مكتوب، بصح الإنسان يتخذ الحذر نتاعو وكي تجي من عند رب العالمين تجيك خفيفة. يعني والله العظيم رانا نشوفوا واحد الحوادث يعني ربي يسترنا إن شاء الله. علاش الانسان شوفوا هاي وليك الحمايه المدنيه هي راح تخرج باش تحل لنا الطريق. الكاميو هذاك هو قدامكم او قدام خلاص ما نقدرش نعتو لكم، هو بعيد عليا شويه. لا كابين تاعو طارت او جات الشركه تاع كوسيدير هي اللي راها قايمه بالمجهود تهز في الكرافي ولا ما على باليش الحوايج اللي راهم مساحو وينظفوا في الطريق مع الحماية المدنية. ربي إن شاء الله يحفظهم كامل. هم خرجوا الناس اللي كانوا ينظفوا في الطريق ما وليك السلعة والله يهز فيها بالشارجورة يعني ربي بقي يستر إن شاء الله. طماطم صرجي طماطم كبيرة هذه قاع طماطم. خاوتي الإنسان كيعود في بلاصة كيما هذه طماطم راهي قاع الدنيا معفسة
الناس راهي تلقت في الطماطم يعني راهي شافوا خاوتي بطاطا طماطم كي راه معفسه يعني كارثه عظمى متزرة الله يسترنا ان شاء الله ويحفظ ويستركم. هذه كل ما يسيقوهاش شوفوا خاوتي كركرو فيه زاد طاحت له لاكابين طاحت للديبانور ربي ان شاء الله يحفظوا ريزرفوار طار لاكابين طار الطوموبيلات. ها تشوف كامل اللي مع الحيط هذه حاطينها طماطم ها تشوف ها لاكابين طارت ما نعرفهاش دخل لهم الدول والله خاوتي يعني نتأسفوا على الحوادث هذو ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله راف التأني سلامة في العجل لنا دام الإنسان كي يتسرع ويسرع ويقيس الناس معاه كي اللي راه نزيدو نسكروا الطريق كي اللي راه هز مريض كي اللي راه هز يعني لازم خاوتي نسعفوا بعضنا على قد ما نقدروا راه الحوادث راهي ما ترحمش خاوتي راه الإنسان يصبر دقيقة ولا زوج خاوتي وخاصة منحدرات هذو هذا السيد تلقى واحد حابس والله خبط فيه من لاريير عفس واحد الاكسبريس المهم ثلاث طوموبيلات وكاميو جاك والله المهم كنت تشوف فيهم من البعيد هزوهم بالديبانور والله يا ربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي. انا دائما يعني نتمشى بالعقل وندعي يا ربي يا ربي يحفظني انا الاول ومن بعد يحفظ الامه الجزائريه والامه الاسلاميه كامل على بالي الناس كامل راه تعاني والناس راه محتمه باش تجي للطريق ومع الازمه تاع كورونا والكوفيد هذا اللي راه يعني راه ثاني راه ضغط كبير على الناس والناس راه تموت وما عندناش احترام انت كيما الناس ما يجدير في الكمامه الناس تخرج ما عندهاش حتى 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 فايده في الخرجه وراهم يخرجوا يعني ربي بصرنا بعيوبنا ان شاء الله اول حاجه وثاني حاجه يعني العقل راه مليح خاوتي الانسان يعني كي يدير العقل تاعو ويدعي ربي العالمين ويا ربي وستر. الطريق هاي زاد سكرت راني نمشي في الطريق درك وحدي هم يغسلوا فيها على بالكم يطلقوا سيركيلاسيو ومع الطماطم هذيك واللي اسمه راهي كارثه خاوتي تعود منحدر طويل يعني راه تولي الفرانات يسخنوا يوليو يشدوا لكش الفرانات والناس ثاني لاشارج راهي تلعب دور خاوتي رانا شارجي في واحد لاشارج اللي شارجي 200 قنطار راه يهز في 400 واللي شارجي 400 راه يهز في 800 واللي شارجي في 800 راه يهز في 1000 يعني سبحان الله العظيم لازم خاوتي نوعيو بعضنا ولازم نهضروا ولازم الانسان نشاركوا بعضنا ولازم نتناقشوا خاوتي راه يعني راه ما كاش ما اكثر من الموت راه الدنيا اخره فانيه ما كاينش اللي راه يعيش قد قارون يعني الانسان لازم يحافظ على روحه قد ما يقدر الحياه هذه راه ما كان والو الانسان يعني كي يقيس واحد ولا يدعي لك بالشر ولا تسبب تقتل واحد ولا تموت انتايا والله علاه خاوتي احنا خلقنا ربي العالمين للعباده وخلقنا نعاونوا الناس ويعاونونا وخلقنا يعني مع الخدمة ما كاش والخدمة راهي ناقصة راه الناس راهم عندهم سيميات وراهم مقاريين والله 1000 فرنك والله ما يسعى كنت تقول لواحد عندك سيمي عنده كاميو ومقاريه والله يخدم باطل فياجا من 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 بسكرة الالجي بزوج ملايين و500 والله ولا بثلث ملايين ياكل فيها مليون مازوط والشيفور يدي 200000 وهذاك يدي ولاسورانس والغرايم والدنيا وما يفضل حتى دوره كأنه راه حاط الكاميو قدام الدار كل يوم ينحي منه حاجه يبيعها الترانسبور المازوت زاد الدنيا زادت خوتي يعني والترانسبور ما حبش يزيد الناس راهي تعاني في اي مجال يعني حتى خدمه الشيفور يعني ولا صعيبه ولا علينا ضغط كبير نخدموا اج 24 يعني لازم نسعفوا رواحنا خوتي كي زيد سكرنا نحكيوا على موضوع كورونا كي زيد سكر الدنيا ويزيد يجينا الحجر خاوتي ويزيدوا يعني نسكروا ونقعدوا نطايشوا وتحبس الخدمه وكاين اللي يموت وكاين اللي يقعد مطايش وكاين اللي يعني سبحان الله العظيم لازم تولوا خاوتي الحوايج كيما هذو وخاصة الناس لا تخدم في بلايص تاع اختلاط يعني وفيهم الحشر كيما الاسواق كيما البور كيما رانا نخدموا حنايا
لازم نسعفوا بعضنا كل واحد اخويا يلاوي اخويا يجي في الكاميو تاعو ويصبر دقيقه ولا زوج اخويا شرجي ويخرج. لا تجمع لا تكسر لا والو خاوتي، رانا ماناش في وقت نتاع استهزاء والله تمسخير، والله لازم نبعدوا على بعضنا، لازم نديروا الكمامه، لازم نغسلوا يدينا، لازم خاوتي راه الوقت ما يرحمش، رانا في وقت يعني مزير بزاف خاوتي قدام من واحد، راه الناس هذا وين كنا كان حادث مسكر الطريق الناس كامله تشايخ ما كان قليل، وين تلقى واحد خايف ولا داير كمامه. هذا وين لحقت الجماعه اللي كانوا دوروا من هيه هاوي ليك هم خارجين من هنا يا وروح، اني كنت وحدي في الطريق هاك تشوف من هنا يا وروح تبدا الكومبرومو، الناس اللي كانوا اللي خرجوا ورايا على طريق لا لا الله محمد رسول الله ذراع الميزان تيزي وزو يروح يدوروا ويرجعوا ويخرجوا هنايا. خاوتي دائما لازم نسعفوا بعضنا على قد ما نقدروا، والانسان يسمح من حقه كي يروح الانسان لداره الاهل وماليه بخير وعافيه، هذيك هي الدنيا وما فيها. انسان لازم يعود عنده عقل ولازم يفكر في الناس ويفكر في روحه ويفكر في ولاده ويفكر في اهله، شتى من جهه يعني السياقه ولا من جهه كورونا يعني من جهه الدنيا كامل. رانا خاوتي زاد سكرونا المساجد يعني رانا والله العظيم في ضغط كبير، ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا ان شاء الله، وربي يهدينا وربي يحفظنا من البلوات هذو ان شاء الله يا ربي. في التأني سلامة في العجلة نادمة، والوقاية خير من العلاج خاوتي. الانسان نديروا الكمامة ونبعدوا على بعضنا، والانسان يعني الدنيا راه مش راح تهرب، يصبر اشهر شهرين ثلاثة وتولي الحياة المجراها ان شاء الله، وغير نكونوا رجالة ونزوروا الاهالي ونقصروا ونزهاو ونروحوا للبحر ونروحوا نصليوا. خاوتي عاونوني باللايك وبالجرس وبالكلمة الطيبة، وربي ان شاء الله يقدرني ربي العالمين ونجيب لكم جديد، وربي ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله لنا والأمة الإسلامية ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.